مرحب بكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة لسه في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مايل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفي كمان اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، وبالليل في نشاط للرياح على بعض المناطق، وهو ده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة بتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. يطمنينا النهاردة عن حالة الطقس. اليوم ما هيكون في انخفاض آخر في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حتى محافظات جنوب الصعيد في انخفاض في درجات الحرارة. الأجواء خلال فترات النهار هتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم على المناطق الشمالية. السحب دي هتحوي جزء من أشعة الشمس وهتخلينا نحس بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى. أجواء حارة على محافظات شمال الصعيد، شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد رغم انخفاض درجات الحرارة في جنوب الصعيد خلال فترات النهار. بالإضافة كمان مع دخول ساعات المساء والساعات الأولى من الليل هيكون في نشاط لرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة على مناطق متفرقة من الجمهورية. نشاط رياح ده هيساعدنا على مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. الأجواء خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيكون فيها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وفرق كبير بين درجة الحرارة فترة النهار وفترة الليل بيوصل لـ 8 و10 درجات. الأجواء لطيفة تماما على أغلب المناطق الشمالية خلال فترات الليل، معتدلة على المناطق الجنوبية، يمكن كمان في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر هنحس ببعض البرودة بسبب الانخفاض في درجات الحرارة. بالإضافة كمان اليوم مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة هيكون اليوم في فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية زي مطروح والأسكندرية، بعض المناطق من شمال البحيرة، شمال كفر الشيخ، الدقهلية، كمان دمياط، بورسعيد. المناطق دي كلها معرضة لسقوط الأمطار الخفيفة على مدار اليوم، بيكون على فترات متقطعة لكن الأمطار بصفة عامة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. مع نشاط رياح هيكون اليوم أيضا في اضطراب حركة ملاحة بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط بيوصل لـ 2.5 متر، ودلوقتي احنا في فترة أجازة في ناس بتتجه للمناطق الساحلية، فمهم جدا ناخد بالنا من اضطراب الملاحة البحرية. أيضا البحر الأحمر ارتفاع الأمواج بيوصل لـ 3 متر على البحر الأحمر، فالبحرين فيهم اضطراب في حركة الملاحة البحرية وغير مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة البحرية. انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار ده متوقع يكمل معانا غدا ان شاء الله، يمكن كمان يكمل معانا يعني يوم الاحد والاثنين القادمين، مستمرين في انخفاض درجات الحراره وفرص سقوط الامطار على المناطق الساحليه، بالاضافه لانخفاض درجات الحراره متوقع يكمل معانا لنهايات هذا الاسبوع ان شاء الله. طيب احنا بقالنا كذا يوم بنتابع انخفاض مستمر في درجات الحراره، وكمان في تباين في درجات الحراره على مدار اليوم من 6 ل 8 درجات، هل كده احنا دخلنا في الاجواء الشتويه ولا لسه عايشين مع التباين في درجات الحراره في فصل الخريف، يوم حر ويوم برد؟ لا، احنا لسه مستمرين في تباين درجات الحراره بالفعل في فصل الخريف، لان احنا لسه في النص الاول من فصل الخريف اللي دايما معروف بالتباين الكبير في درجات الحراره. لسه كمان هنحس اكتر بانخفاض درجات الحراره فترات الليل، الاجواء الدافيه خلال فترات النهار على الاقل لمنتصف شهر 11، مستمرين في الفرق الكبير بين فترات النهار وفترات الليل في اليوم الواحد وكمان في الاسبوع الواحد. مهم جدا ناخد بالنا من التقلبات الجويه الحاده والسريعه المعروف بيها دايما فصل الخريف، عشان كده احنا دايما بننصح ان احنا لازم نتابع النشرات الجوية بصورة يومية دايما قبل ما نخرج من البيت، نعرف حالة الجو ايه ونتعامل مع اي ظروف جوية مختلفة. نشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي خلونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 29 والصغرى 21، العاصمة الإدارية العظمى فيها 29 والصغرى 21، اسكندرية 27-21، العالمين الجديدة 27-21، مطروح 24-20، دمياط 28-22، بورسعيد 27-22، الإسماعيلية 29-21.
السويس العظمى فيها 30 والصغرى 22، العريش 28-22، كاترين 29-17، طابة 29-23، حلايب 32-26، شلاتين 38-24، شرم الشيخ 34-25، والغردقة 33-25. الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 21، بني سويف العظمى فيها 30 والصغرى 19، الوادي الجديد 33-23، أسيوط 31-20، سوهاج 32-21، قنا 37-22، الأقصر 37-23، أسوان العظمى فيها 38 والصغرى 24. ودلوقتي هنرجع لشاذلي مرة تانية نتابع معاه باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي يا لمى.